كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم لأغلى حاجة في حياتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده جايبه لكم وصفه حلوه جدا جدا ومضمضه جميله، بنعملها بايدينا بمكون رباني، هنعملها بايدنا ان شاء الله ومش هتكلفك اي حاجه، مفيش بيت مفهوش المكون ده، حاجه طبيعيه ونظيفه جدا هتعمليها في البيت وبتخلي الاسنان زي الفل. هنعمل بيها المضمضه الحلوه اللي انتم شايفينها دي، كل اللي احنا هنعمله هناخد غطا واحد ونمضمض بيه اسناننا. ده غير ان انا هعمل لك برده النهارده وصفتين حلوين جدا لتبييض الاسنان. المضمضه ديت للثه الملتهبه وكمان بتساعد على ازاله الجير. يلا خلينا نشوف بقى ايه الوصفه بتاعتنا ومكوناتها ايه، تابعوا الفيديو للاخر. ولو انت طبعا اول مره تدخلي معايا القناه تنسيش بقى تشجعيني باللايك واشتركي معايا في القناه عشان كل الوصفات اللي انا بنزلها تستفادي بيها، وطبعا شيرها لاصحابك، تنسيش كومنت حلو. يلا هنبدا وصفتنا ونشوف هنعمل ايه. اوعي تقفلي الفيديو من غير ما تكملي للاخر عشان تشوفي كل الوصفات النهارده، تحفه جدا جدا. اول حاجه انا معايا هنا الشفشق ده زي ما انتم شايفين كده عشان يعني اعرف بس ايه اعمل فيه الوصفه. معايا هنا حزمه من البقدونس اهو، وطبعا اهم حاجه لازم تكون حزمه صبحه كده وطازه، ونغسلها كويس جدا. اغسلي الخضار كويس جدا وخاصه اي خضار اغسليه ممكن بمعلقه خل علشان يبقى نضيف معاكي، اي طينه اي حاجه تضمني ان هو نضيف وكويس، ونقعيه برده في الميه ما يقلش عن 10 دقائق بمعلقه خل. تمام، معايا هنا بصوا الحزمه قد كده، هبدا بس اخرطها، هنخرطها في الشفشق بتاعنا كده. والمضمضه دي عايزه اقول لك ان هي يعني صالحه للاستخدام اكتر من 3 ايام بس عينيها في الثلاجه. تمام، اوعي طبعا تقفلي الفيديو قبل ما تشوفي الوصفتين التانيين، بقى تحفه جدا لتبييض الاسنان وبتخلي اسنانك زي الفل ان شاء الله. انا قطعت كده حزمه البقدونس. تمام، معايا هنا ليمونه هاخد منها نص بس اهو، وهبدا اعصره كده. الليمون حلو جدا للاسنان، بس انا النهارده بعمله لك بطريقه خاصه لو اسنانك حساسه مش هتاذيكي خالص خالص. هنضيف بقى الميه السخنه على حزمه البقدونس بالشكل ده، هو تقريبا كوبايه او كوبايه ونص، ودي هتبقى مضمضه بقى تتمضمضي بيها. طبعا هنسيبها منقوعه كده لحد ما تبرد خالص، وبعد كده هاخد ايه الميه بتاعتها. الميه بتاعتها بقى هو ده الغسول اللي انا هتمضمض بيه ان شاء الله، بيجيب نتيجه جميله جدا جدا في ازاله الجير وكمان بيساعد على تبييض الاسنان. بصوا بقى بعد ما برد وحطيته بقى في الازازه بتاعتي ديت، وده هيبقى بقى المضمضه بتاعتي اللي انا هعينها كده واشيلها في التلاجة. كل يوم هاخد منها غطا واحد كده ومضمض بيها الاسنان. مضمضه تحفه جدا جدا، هتجربيها وهتشوفي انت حاجه عاملاها بنفسك في البيت وحاجه نظيفه بتبيض الاسنان بكل سهوله. هنبدا دلوقتي بقى نعمل مع بعض ايه، هنعمل مع بعض بقى الوصفه اللي هندعك بيها اسناننا. وانا جايبه لك النهارده وصفتين مش وصفه واحده، هتعمل تبييض حلو قوي للاسنان. اول مكون هنحتاجه النهارده معانا في الوصفه دي وهو المسمار. المسمار او القرنفل زي ما انتم شايفين، طبعا زي ما بنسميه في بعض الدول ده شكله اهو، يا رب يكون باين، بنسميه المسمار او القرنفل. انا هاخد منه نص معلقه بس تكون مطحونه. تمام، هبدا اجيب بس البوله بتاعتي دي كده وهنضيف فيها نص معلقه. بصوا انا طحناه اهو، هاخد بس نص معلقه مش كتير لان هو بيبقى قوي قوي اهو، هبدا اضيفها في الطبق بتاعي. تاني مكون برضو هحتاجه النهارده وهو القهوه او البن، عشان في بعض الدول ما يعرفوش يعني قهوه ويقولوا اسمه بن. تمام، هنضيف بقى عليهم ايه، لو انت عندك ميه الورد ضيفي ميه الورد لانها بتخلي ريحه الاسنان حلوه جدا. لو ما عندكيش ميه ورد استخدمي الميه العاديه خالص من الحنفيه. تمام، هاخد بس معلقه علشان اخلط اهو، واي نوع بقى من معجون الاسنان عندك يكون انت بتستعمليه، مش شرط نوع معين. انا هضيف بقى القطعه صغيره كده من اللي انا بغسل بيها اسناني، وزي ما قلنا ما تقفليش الفيديو عشان في وصفه تانية بقى تحفه جدا 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 بمكون واحد، وانا خليتها في اخر الفيديو
علشان دي مفاجأة بقى. الوصفة ديت أنا بالذات جربتها بقى وخلت سناني زي اللؤلؤ. بصوا بنخلط بقى كده اهو، وكده معايا الخلطة. بصوا اهي، هتعينيها في علبة صغيرة وهتستخدميها برضو صالحة لاستخدام 3 ايام، ونشيلها في التلاجة، مينفعش نسيبها بره التلاجة عشان الجو طبعا بدأ يحرر. فهنبدأ بقى نستعملها ازاي. معايا بقى هنا الفرشة بتاعتي اهي، هبدأ اخد كده على الفرشة اهو، وهبدأ ادعك واغسل بها الاسنان. طبعا كل صف تغسليه لوحده وهتشوفي بقى اسنانك زي الفل ان شاء الله. عايز اقولك ان القهوة كمان فيها مادة الكافيين، والمادة دي حلوة جدا جدا للثة والاسنان. هنستخدمها مرة واحدة بس في اليوم، يعني الكمية اللي احنا عملناها دي ممكن تقعد معاكي 3 ايام واكتر كمان. عايزة تستخدميها بالليل قبل ما تنامي، ممكن برضو تستخدميها بالليل، هتشوفي اسنانك بعدها بجد. يعني الوصفه دي تحفه جدا جدا. هبدا دلوقتي بعمل معاكم الوصفه الثالثه، والوصفه الثالثه دي حلوه جدا ومكون من جوه الثلاجه. هنشوف دلوقتي هنعملها ازاي، يلا بينا. بصوا انا معايا هنا خياره زي ما انتم شايفين كده. كل اللي انا هعمله ان انا هقطع الخياره دي طرنشات كده اهو شرايح. طبعا مش هاخدها كلها، انا هاخد بس ايه 3 او 4 شرايح كده اهو، تمام. بصوا وكل اللي انا هعمله هاخد بقى شريحة الخيار بالشكل ده، ومعايا المعجون بتاعي، احط قطعة صغيرة كده من المعجون على الخيار اهو، وهبدأ بس افردها كده على الخيارة بحيث ان انا اوزعها على الخيارة بالشكل ده. وهنبدأ بقى نغسل بيها الأسنان. هتمسكيها كده وتدعكي بيها الأسنان، هتشوفي بقى تبييض حلو جدا 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 من الوصفة دي بالذات، وبتجيب نتيجة حلوة قوي. أنا عايزاكي اعمليها بس 3 ايام ورا بعض وهتشوفي. يعني أنا خليتها في آخر الفيديو علشان الوصفة دي بجد تحفة تحفة، جربيها بس وهتشوفي. 3 ايام ادعكي بيها الأسنان واللثة. طبعا لو انتي عايزة تعملي واحدة من الوصفات ديت، لازم الغسول بتاعنا اللي احنا عملناه يكون برضو في الوصفة دي. والغسول ده حلو جدا جدا، ممكن تضيفي على الغسول ده نعناع، يعني النعناع اللي هو الاخضر، انا نسيت برضو احطه لكم. النعناع لما نضيفه برضو على الغسول بيخلي ريحة الفم جميلة، وخاصة في الصياغ. هقولك برضو على حاجة حلوة جدا، بس الحاجة دي بقى عايزة لسة من حديد وعايزة اسنان من حديد. يعني لو لستك حساسة ما تعمليش الوصفة دي. معانا هنا نص ليمونة، ونص الليمونة دي هنحط عليها القرنفل. طبعا احنا عارفين احنا طحنين القرنفل اهو، هاخد منه بس ايه يعني حاجة بسيطة بحيث ان انا احطها على الليمونة كده اهو بالشكل ده، وهدعك بيها بقى الاسنان. دي برضو تحفة جدا جدا، بتبيض الاسنان وبتخلي رائحة الفم حلوة قوي قوي. انا حبيت اقول لكم كل الحاجات اللي انا بجد استعملتها وجابت نتيجة حلوة معايا. دي برضو جميلة جدا، بس زي ما قلت لك لازم اللثة بتاعتك تتحمل، لان في ناس ما بتتحملش من القرنفل، من الليمون، لان الليمون بيبقى مش عايز اللثة اللي تكون حساسة. فان شاء الله لو انت لستك بتتحمله اعملي الوصفة دي برضو، حلوة جدا جدا، بس اعمليها مرة واحدة بس في الاسبوع عشان الليمون بيبقى قوي شوية وما ينفعش اعمله كل يوم. تمام، يا رب الوصفات اللي انا قدمتها لكم النهاردة تعجبكم ان شاء الله، تجيب نتيجة حلوة معاكم. كلها وصفات حلوة ومجربة عشان بقى ان شاء الله اسنانك تبقى بيضة كده وجميلة زي اللؤلؤ. هقولك برضو على حاجة حلوة جدا، بس الحاجة دي بقى عايزة لسة من حديد وعايزة اسنان من حديد. يعني لو لستك حساسة ما تعمليش الوصفة دي. معانا هنا نص ليمونة، ونص الليمونة دي هنحط عليها القرنفل. طبعا احنا عارفين احنا طحنين القرنفل اهو، هاخد منه بس ايه يعني حاجة بسيطة بحيث ان انا احطها على الليمونة كده اهو. انا حبيت اقول لكم كل الحاجات اللي انا بجد استعملتها وجابت نتيجة حلوة معايا. دي برضو جميلة جدا، بس زي ما قلت لك لازم اللثة بتاعتك تتحمل، لان في ناس ما بتتحملش من القرنفل، من الليمون، لان الليمون بيبقى مش عايز اللثة اللي تكون حساسة.
فان شاء الله لو انت لستك بتتحمله اعملي الوصفة دي برضو، حلوة جدا جدا، بس اعمليها مرة واحدة بس في الاسبوع عشان الليمون بيبقى قوي شوية وما ينفعش اعمله كل يوم. تمام، يا رب الوصفات اللي انا قدمتها لكم النهاردة تعجبكم ان شاء الله، تجيب نتيجة حلوة معاكم. ما تنسوش بقى شجعوني باللايك واشتركوا في القناة لو ما اشتركتوش معايا، ومستنية كومنتاتكم الحلوة اللي دايما بتشجعني.